السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العربي ومقال للكاتب إياد الدليمي تحت عنوان صناعة المحتوى القامع في العراق. يقول الكاتب: تشرح وثيقة جرى تسريبها عن هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات مضامين المحتوى الهابط، شكلت هي الأخرى صدمة لأوساط المتابعين للشأن العراقي، فهي تعني تدشين عهد جديد من الحرب على الحريات وقمع الآراء الذي يمكن أن يعيد العراق إلى زمن الرأي الواحد والصوت الواحد. فهذه الوثيقة التي قالت عنها الهيئة لاحقا إنها أولية وليست نهائية، تعد كل محتوى فيه تهكم أو نقد ضد رموز الدولة السياسية والدينية والتنفيذية والقضائية، تعده بمثابة محتوى هابط يجب محاكمة صاحبه عليه أكثر من ذلك. فهذه الوثيقة تطالب صاحب أي حساب على مواقع التواصل يمتلك أكثر من 25,000 متابع، تطالبه أن يقوم بتسجيل وتوثيق الحساب لدى الهيئة في تدخل مقيت في مفهوم الحريات العامة. مما تحدث به ضباط وزارة الداخلية عن تفسيراتهم عن المحتوى الهابط هو ذلك المحتوى الذي يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو العرقية أو الدينية، غير أننا لم نشهد اعتقال أو ملاحقة العشرات أو ربما مئات من السياسيين أو الإعلاميين أو المغردين ممن لا يتوقفون عن نشر محتوى طائفي وقبيح ويهاجم كل من يختلف معهم بأقدع الألفاظ والعبارات. توقيت الحملة التي شنت على ما يعرفون بصناع المحتوى الهابط هو الآخر غير بريء، ففي خضم تواصل انهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار، أيدت أحزاب السلطة في العراق كلها على اختلاف ألوانها ومسمياتها هذه الحملة وشجعتها، لأنها تعرف جيداً أن لا مناص لها سوى مواجهة الحريات العامة بالقمع، فالمحتوى الهادف وليس الهابط هو الذي سيكون هدفاً لهذه الحملة، والتأويلات القانونية لأي رأي معارض ستكون جاهزة لندخل من جديد دائرة التفسيرات والتأويلات. وقانون 4 إرهاب سيوصيتي ليس عنا ببعيد يوم تعسفت السلطة في استخدامه ضد خصومها ومعارضيها. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا بعنوان العراق وعشرينية الخوف والرعب للكاتب جبريل العبيدي. لن يكون على صواب من يظن أو يتوهم أن العراق المنكوب اليوم بالميليشيات الطائفية والأذرع الإيرانية المختلفة لأكثر من 20 عاما أحسن حالا مما كان عليه ما قبل غزوه عام 2003. فمن يصف العراق بجمهورية الخوف قبل 20 عاما متناسيا ما تبعه من رعب تجاوز درجات الخوف مصحوبا بالخطف والقتل في العشرينية السوداء يكون مخطئا. ويضيف الكاتب: أرض الرعب في العراق سببها التدخل والتغول الإيراني غير المسبوقين في هذا البلد، وسببها ولاء بعض القيادات السياسية وتابعيها لإيران، لعل من أبرزهم نوري المالكي الذي جعل من العراق أرضا مشاعا للحرس الثوري الإيراني، وعزل العراق عن محيطه وأصله العربي وجعله يدور في الفلك الإيراني. أعتقد أنه من الواقعية أن توصف عشرينية العراق الماضية بجمهورية الرعب المشبع بالميليشيات الطائفية، فالعراق اليوم يعاني من سطوة الميليشيات الطائفية وبطشها، والتي في أغلبها تأتمر بأوامر إيرانية للعبث بالوضع الأمني واستقرار العراق، بدلاً من حزب الله الفرع العراقي إلى سرايا الخراساني وكتائب أبي فضل العباس وغيرهم الكثير، التي بدأت عام 2003 ممولة إيرانياً وسرعان ما تحولت إلى منقذ إيران اقتصادياً من خلال الصفقات الفاسدة والمخدرات والتجارة والأموال المهربة عن طريق سيطرة بعضها على المنافذ الحدودية مع إيران. فالميليشيات والأذرع الإيرانية في العراق جعلت من العراق أرض الخوف والرعب،
العراق بغض النظر عمن حكمه في الماضي كان منارة للعلم على الرغم من تبدل حكامه وحكوماته، إلا أن العراق منذ سقوط دولته في احتلال عام 2003 تراجع إلى الوراء وتحول إلى جمهورية الرعب والفقر والجهل طيلة العشرينية السوداء، حيث تصدر العراق قوائم الفساد الحكومي ونهب المال العام. استعرض موقع أوريون 21 الفرنسي ممارسات الولايات المتحدة التي بعد 20 سنة وعلى الرغم من انسحاب قواتها استمرت في السيطرة على الأموال النابعة من الثروة النفطية العراقية واستخدامها كوسيلة للابتزاز. وقال الموقع في تقرير له إنه في بداية كانون الأول ديسمبر 2022 شعر التجار في بغداد بالقلق من الارتفاع المفاجئ في العملة الأمريكية، وأن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 45% ليس بالأمر المألوف في بلد بعد سنوات من العقوبات الغربية والحرب الأهلية لا يكاد ينتج أي شيء سوى النفط ويستورد كل استهلاكه المحلي تقريباً. أشار الموقع إلى أنه لا أحد يتذكر أنه منذ 22 من شهر أيار مايو عام 2003 لم تعد أرباح العملات الأجنبية من شركات النفط تذهب إلى الخزانة العراقية، ولكن إلى حساب تم فتحه باسم البنك المركزي العراقي في فرع نيويورك لنظام الاحتياطي الفيدرالي، النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة، وتم تنفيذ هذا النظام بعد يوم من احتلال البلاد في عهد الحاكم في ذلك الوقت بول بريمر بأمر تنفيذي بعد مرسوم رئاسي وقعه الرئيس جورج بوش. ووفق الموقع يعمل هذا الحساب مثل أي حساب مصرفي ولمدة 20 عاما، ونادرا ما يسمعون عنه، وكل شهر تقوم شاحنة تزن 10 أطنان بتحميل مليارات الدولارات من المجمع الاحتياطي الفيدرالي في نيوجيرسي ثم إلى طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية متجهة إلى بغداد، وبهذه الطريقة يستفيد كلا الطرفين، يحصل العراق بسهولة على الدولارات بينما تحتفظ واشنطن في الواقع بسيطرة معينة على ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك. وفق تقرير لشبكة CNN الأمريكية فإن 3 أنواع من الأسلحة منها سلاح تركي غيرت مسار حرب روسيا في أوكرانيا، حيث عرقلت الخطط الروسية التي سعت إلى نصر سريع هناك، وهو ما كان يتوقعه معظم المراقبين. لم تتحقق تلك التنبؤات المبكرة بسبب ما يشير إليه الخبراء على أنه مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع الروح المعنوية والتكتيكات العسكرية المتفوقة على الجانب الأوكراني، ولكن أيضا بشكل حاسم الإمداد بالأسلحة الغربية بحسب CNN. احتاج الأوكرانيون إلى شيء يمكن أن يحد من هذا الهجوم، ووجدوه في صواريخ جافلين، وهو صاروخ موجه من الكتف ومضاد للدبابات يمكن أن ينشره فرد واحد. وما يميز هذه الصواريخ أنها سهلة الاستخدام، فما على الجندي إلا أن يؤشر على الهدف وبعدها يطلق الصاروخ الذي يصيب هدفه بكل سهولة، فضلاً عن أن تكلفتها تعد منخفضة، ما يعني أن الدول الغربية ستوفرها بسهولة. السلاح الثاني الذي غير ميزان القوى في الحرب كان نظام هيمارس سريع الاستجابة، وهو عبارة عن راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة بوساطة نظام تحديد المواقع الجغرافية، ويبلغ مداها نحو 80 كيلومترا. وأصبحت الطائرة من دون طيار التركية واحدة من أشهر الطائرات من دون طيار في العالم بسبب استخدامها في حرب أوكرانيا. إنها رخيصة نسبيا ومصنوعة من أجزاء جاهزة وتحرز هجمات قاتلة وتسجل عمليات القتل على الفيديو. ونقرأ مقالا كتبه ياسين أكتاي في صحيفة يعني شفق التركية. لقد مرت 3 أسابيع على وقوع الزلزال المدمر الذي وصف بأنه كارثة القرن، وفي الوقت الذي كان يجري فيه إزالة حطام الزلزال وتضميد جراح المتضررين وتلبية احتياجاتهم، كانت الأحاديث تدور حول المباني المقاومة للزلازل والتحول الحضري. حينها قلنا
لنضمد الجراح أولا وننقذ الأرواح التي يمكننا إنقاذها من تحت الأنقاض، ونعمل على تلبية الاحتياجات العاجلة التي يمكننا تقديمها، وبعد ذلك نتحدث عن كل شيء. والآن الأجواء مناسبة للحديث عن كل هذه الأمور بشكل أكثر أريحية، ومن الضروري ألا نتردد في الحديث عن كل أمر. تضرر قرابة 13 مليون و500 ألف شخص من الزلزال، أي هذا العدد أكبر من عدد سكان العديد من البلدان الأوروبية. سكان المناطق المتضررة ذو مستوى اقتصادي متوسط ومرتفع، ويتحملون جزءا كبيرا من قطاعي الصناعة والتصدير، لذلك فإن هذا الزلزال لم يضرب هذه المنطقة فحسب، بل ضرب تركيا بأسرها، وهذا أمر يتطلب حلولا بأسرع وقت ممكن لإبقاء السكان في هذه المناطق. وتم اقتراح هذه السياسات في نطاق برنامج التحول الحضري الذي أطلقته الحكومة في قسم كبير من هذه المناطق، لكن الجمعيات اليسارية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والسياسيين في حزب الجيد الذين حملوا الحكومة مسؤولية هدم المباني القديمة عارضوا ممارسات التحول الحضري اليوم، كما قاموا بتنظيم وتحريض الناس ضد التحول الحضري ورفعوا دعاوى قضائية على العديد من المشاريع، ما أدى إلى إيقافها في مناطق مثل أنطاكيا وهاتاي. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. لا شيء يوحي بوجود أي فعل ثقافي بمنطقة أولاد يحيى الريفية الهادئة التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن مركز مدينة بئر الأحمر التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، إذ أن أغلب أهل أولاد يحيى يعملون في الفلاحة، إلى أن تكتشف المتحف الخاص بالشابة زينب اليحياوي الذي يحمل اسم حملة تونس ويوثق مرحلة بارزة في تاريخ البلاد تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية بين 1942 و1943. اليحياوي الحاصلة على الإجازة الوطنية في التراث والآثار من الجامعة التونسية افتتحت في أواخر عام 2022 متحفها الخاص انطلاقا من شغفها بالتراث، وعلى مساحة 120 مترا مربعا يعرض المتحف أكثر من 1000 قطعة حربية وأدوات عسكرية مختلفة من مخلفات المعارك التي دارت على أرض تونس خلال الحرب العالمية الثانية، والتي راح ضحيتها آلاف الجنود المشاركين في المعارك وحتى من المدنيين التونسيين.
طورت شركة نوكيا هاتفا جديدا بظهر بلاستيكي يمكن صاحبه من إعادة تدويره بعد إزالته بسهولة. ويأتي جهاز نوكيا G22 بشاشة 6.5 بوصة وكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل، ويمكن للمستخدم أن يصلح الجهاز بنفسه نتيجة الخصائص التي تميزه والتي تمكن إعادة تدويره واستبدال الأجزاء التالفة منه بسهولة. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هل تعلم أن في عام 2100 سوف تختفي نصف الأنهار الجليدية من عالمنا؟ يعني أن أبناءنا لن يجدوا أنهار ألاسكا والألب والقوقاز، والأكثر من ذلك أنهم مهددون بفيضانات وعواصف مرعبة وارتفاع مخيف لمستوى البحار والمحيطات وأطنان من البكتيريا الضارة كافية لسحق الأخضر واليابس من كوكب الأرض. ما القصة؟ سيناريوهات مرعبة. 215 ألف نهر جليدي في العالم سيختفون بحلول نهاية القرن 21، أي 49% منها مهددة بالزوال، خاصة منها الأنهار الصغيرة مع ذوبان نحو 26% من مجموع الكتلة الجليدية وارتفاع مستوى البحار إلى 9 سنتيمترات كنتيجة مباشرة لذوبان الجليد، والسبب كابوس الاحتباس الحراري وتواصل ارتفاع درجة حرارة الأرض على مستوى 1.5 درجة مئوية، والتي وفق العلماء ستؤدي حتماً إلى زوال جبال الألب أو القوقاز أو جبال الأنديز أو غرب أمريكا، التي ستفقد بسببها كل كميات الجليد التي تكسوها مع نهاية القرن الحالي. توقعات أكدها فريق من الباحثين في دراسة أجرتها مجلة ساينس الأكاديمية طرحت 4 سيناريوهات محتملة لكارثة التغير المناخي وارتفاع حرارة الكوكب، منها سيناريو ارتفاع الحرارة زائد 1.5 درجة مئوية واحتمال زائد 2 درجة مئوية وزائد 3 درجة مئوية وزائد 4 درجة مئوية. هذه الأخيرة أدرجها الباحثون ضمن أسوأ تصور محتمل الذي سيمحي الأنهار الجليدية الأكبر حجماً مثل ألاسكا، وستزول 83% من الأنهار الجليدية، فيما سترتفع مستوى مياه البحار إلى 15 سنتيمتراً، يعني المزيد من الفيضانات والأعاصير والأضرار. في حال اختفاء هذه الأنهار، ماذا سيحدث؟ نحو 2 مليار شخص مهددون بخطر ذوبان الأنهار الجليدية وانعكاسه على قوتهم وطاقتهم وطعامهم. ولنفهم ذلك يجب الوقوف على أهمية الأنهار الجليدية وتعريفها، إذ تمثل هذه الأخيرة الخزانات العملاقة التي تحفظ المياه المتأتية من الثلوج المتساقطة على سفوح الجبال في المواسم الرطبة قبل إطلاقها في هيئة مياه ذائبة خلال المواسم الجافة، بمعنى أنها هي التي تضمن للأنهار الموجودة في أحواضها إمدادات ثابتة من المياه على مدار السنة التي نعتمدها لتوفير الطاقة الكهرومائية والري والثروة الحيوانية والتصنيع والنقل. وبالتالي ذوبانها يعني المزيد من الجفاف الذي بدأ يظهر وسط أوروبا وغربي كندا وأمريكا ونيوزيلندا. لكن يبقى المرعب في هذا ما قالته منظمة كلايمت سنترال الأمريكية في صورة تواصل ارتفاع مستوى سطح البحر على الأرض، فإن 640 مليون شخص مهددون بفقدان منازلهم بحلول عام 2050 وكذلك عام 2100 على التوالي. البندقية ولندن ولشبونة وأمستردام ستصبح غير صالحة للسكن بسبب الفيضانات المستمرة، وستختفي مدن بأكملها تحت الماء في أوروبا في غضون 80 سنة فقط بسبب جرائم الإنسان المناخية.
وبهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير.